طبعا نحن متواصلين وياكم وتقدم لكم كاميرا أماسي كعادتها أفكار مبتكرة لتقديم الهدايا وتغليفها بطريقة غير تقليدية وجميلة. دعونا نتابع ومن ثم لنا عودة إن شاء الله. توكل على الله. بالنسبة لباقات التخرج تمام في ثلاث أنواع بالنسبة لنا تبعزين التخرج. في عندنا النوع اللي يكون هاند بوكي اللي هو يكون يوم الحفلة. فيوم الحفلة بيكون باقة إيد تمام، هذا اللي بيعطونا على المسرح يوم التخرج، فما في مجال إنه نعمل بوكي على فاز أو كسوار ثاني عشان يكون فيه كثير حمل. في الباقة الثانية اللي بتكون يروحون تانية بالبيت اللي هي هذه تمام، بتكون أكسسوار نفس هيك، في عدة أكسسوارات بعد، في الأشياء البسيطة نفس هيك تمام، هذا تكون الباقة جاهزة فنحن بنحط فيها أكسسوار يرمز للتخرج تمام. وفيه هذولي بعض شغلات نفس هيك تقريبا هي صغيرة، بنحط فيها البيزات مثلا، بنحط فيها الشوكولات لو في توزيعات اللي يكون للتخرج، ممكن حتى نطبع الاسم لو كان أوردر قبل بفترة، فبيصير نحن نلصق عليهم الأسامي نكتبهم على التوزيعات الصغيرة. الحين راح نثبت الفوم الاخضر تمام، اللي هو الاسفنجات اللي يمسك المي، راح نثبتهم هون على القواعد مشان نبتدي نشك فيهم التنسيق تبعنا. الحين راح نحط فيها، هاي تكون مبروك التخرج بس بنوتي شوي تمام، فالوان هون درجه الوردي، عندنا البيبي روز البطيخي، البيبي روز الفوشيا، عندنا بعد البيوني تمام اللي هي ورده بعد كثير كلاس تمام. تقريبا الباقة تبعنا تقريبا شبه خالصة، فباقي اللمسة الأخيرة. الحين حطينا البيوني السمبيديوم خلصناه تمام، بعدين هون بنضيف عليهم الجبسو تمام الصغير تمام، بعد ما أخصان الصنوبر صغار هيك، هذا كاتتش. هون ممكن نضيف عليه هدية بيزات كذا، هذول تبع حفلة التخرج، هون زينة الحفلة اللي هي 2016 المانيكان تمام، هون اعتمدهم كزينة الحفلة.